إنه انطلاقا مما هو مثار في الأوساط الاجتماعية في بلدنا حسب الاتصالات بي المتواصلة حول ما يسميه البعض مشكلة الذهب المعدني، ثم إن هذه الاستفتاءات وهذه التساؤلات التي تتواتر وتتتابع حسب الاتصال بي من مختلف الجهات في بلدنا، يقول قائلها إن هذا المعدن الذهبي موجود في البراري التي لا أولوية بها لمواطن عن مواطن إلا مواطن استخرج منها شيئا فهو أولى به على حد تعبيره. ثم يقول موجها الخطاب إلى أهل العلم، فعلى علمائنا هكذا يقول أن ينصفونا، وخصوصا المفتي العام وإمام الجامع الكبير على حد تعبيره. أقول أولا من أجل هذه الاتصالات ومن أجل هذا الأمر المثار في بلدنا، أقول أولا من باب الملاطفة والمزاح لهؤلاء الذين استفتوني هذا الاستفتاء وحملوني المسؤولية قائلين على المفتي العام وعلى إمام الجامع الكبير أن ينصفنا بعدما وجهوا ذلك إلى علماء البلد، أقول من باب المزاح ومن باب الملاطفة أولا، فهل عسيتم أيها المستفتون إن ظفرتم بمطلوبكم أن تنسوا مفتيكم العام وإمامكم فيتمثل حينئذ بقول القائل وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب؟ وأقول ثانيا من باب الجد وقول الحق إن بياني للحق، أرجو ذلك من الله وأن يرجو توفيقي له منه سبحانه وتعالى، إن بياني لما أبينه من دين الله تعالى أبينه منطلقا مما أمر الله تعالى نبيه أن يقوله، حيث قال مخاطبا له: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا الحق، بيان الحق، بيان ما علمه الشخص من دين الله حسب فهمه وحسب رأيه في دين الله، إذا كان مؤهلا أن يكون له فهم وأن يكون له رأي أن يبين يبتغي وجه الله تعالى ببيانه، وأن يكون لسان حاله مع لسان مقاله متمثلا بتلك الآية: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ثم أقول ثالثا إن الله تعالى قال في محكم كتابه مخاطبا لنا معشر المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. فطاعة الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما شرع، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن نتعامل معه صلى الله عليه وسلم على وفق قوله تعالى لنا:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أولو الأمر إذا يفسرون الأمراء والعلماء العاملون. وإذا شئنا قلنا ثم أولو الأمر إذا يفسرون الرؤساء والعلماء العاملون. فتجب الطاعة للأمير في كالمعيشة من التدبير. وإذا شئنا قلنا فتجب الطاعة للرئيس في كالمعيشة من التسييس. إن انتفت معصية للمولى إلا فطاعة الإله أولى. وطاعة العالم ذات جبة إن يفتي بالكتاب أو بالسنة. هذا في معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قرر أهل العلم أن الله تعالى قال أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول، ولم يذكر الأمر بالطاعة قبل أولي الأمر، لأن أولي الأمر ربما يقع منهم سواء أكانوا أمراء أم كانوا علماء، قد يقع منهم الأمر بما ليس طاعة لله، بما هو معصية لله، قد يحصل ذلك. لذلك صرح تعالى بالطاعة قبل اسمه تعالى وقبل اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها قبل أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر سواء أكانوا رؤساء أم علماء مقيدة بما إذا كانت وفقا لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله، لأن طاعتهم طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذا وفهمناه فالله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى كتاب الله وإلى الرسول إليه زمن حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة إن كتاب الله وسنة نبيه كفيلان بحل كل مشكلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. إذا تقرر لدينا هذا وتبين لنا هذا فمن المعلوم في شريعة الإسلام أن حكم المعدن جعلت شريعة الإسلام إلى تصرف ولي أمر المسلمين، جعلت شريعة الإسلام معنيا به ولي أمر المسلمين سدا من شريعة الإسلام لباب الهرج، وحسما من شريعة الإسلام لباب النزاع فيما بين عموم الناس. فأناطت التصرف في المعدن شريعة الإسلام، أناطته بولي أمر المسلمين يتصرف فيه ولي أمر المسلمين على وفق العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته على وفق ما تقتضيه المصلحة